بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في الحديث الأول من باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف وهذا الحديث هو خطبة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. في بداية هذه الخطبة الإمام يمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه. وفي هذه الخطبة معارف إلهية دقيقة. وصلنا الى هذا المقطع في نفي التشبيه وان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء حيث يقول الامام عليه الصلاه والسلام وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور فتبارك الله الذي لا يبلغه وعد الهمم ولا يناله غوص الفطن هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يبين جوانب مختلفة من مسائل التوحيد ونفي التشبيه وبيان ان الانسان مهما اوتي من قدره لا يتمكن من الوصول الى حقيقه ذات الله سبحانه وتعالى، لان كنه ذاته ارفع من مستوى ادراك البشر. الامام عليه الصلاه والسلام هنا في المقطع الاول من بحث هذا اليوم يقول: وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير يعني انت كلما حاولت كشف القناع عن حقيقه ذات الله لا يمكنك ذلك ذكرنا في الحلقات الماضيه ان الانسان بعقله يدرك ان الله موجود وانه الخالق وانه يتحلى بصفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة وما إلى ذلك، وأنهم منزه من صفات النقص كالجهل والتركب وغير ذلك من صفات النقص. هذا المقدار يدركه هو العقل، ولكن حقيقة ذات الله، حقيقة صفات الله الذاتية، حقيقة صفات الفعل في الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها، لأن مستواها أرفع من مستوى إدراك الإنسان. هذه حقيقة لا تعارض العقل، ولكنها فوق العقل، لأنه قد ذكرنا في بعض المباحث الماضية أن عقل الإنسان هو وسيلة لإدراك الإنسان لحق لحقائق الأمور. ووسيلة لجلب الإنسان المنافع له ودفع المضار عنه. لكن هذا العقل لوحده لا يكفي، يحتاج إلى ضم العلم إليه. يعني مثلاً، الإنسان العاقل ينقذ نفسه من المخاطر المحدقة به، لكن كثير من الأحيان أعقل العقلاء يقعون في المخاطر لعدم علمهم بتلك المخاطر. يعني جالس في مكان لا يعلم انه بعد دقيقه سيقع زلزال فلذلك لا يتحرك من مكانه ليخرج الى فضاء رحب مثلا الى ساحه حتى اذا جاء الزلزال لا ينهدم السقف عليه. زين هذا الشخص جالس ويأتي الزلزال ويسقط السقف عليه مثلا ويصاب أو يموت، لماذا؟ هل لأنه لم يكن له عقل؟ كلا كان له عقل بل لعله كان من أعقل العقلاء، لماذا لم يتحرك لإنقاذ نفسه ودفع الضرر عنها؟ لأنه لم يكن يعلم، فبدون العلم العقل قد لا يكتشف كثيرا من الامور. زين، عقلنا يعلم بوجود الخالق، وبانه يتحلى بصفات الكمال ومنزه من صفات النقص، لكن ادراك حقيقه هذه الذات بحاجه الى علم، وهذا العلم غير متوفر لنا. وبتعبير ادق ان الله سبحانه وتعالى غير محدود والإنسان محدود ولا يمكن إحاطة المحدود باللا محدود يعني هناك مثلا إناء هذا الإناء مقدار سعة نصف لتر مثلا هل يمكن أن تفرغ ماء البحر في هذا الإناء؟ كلا لماذا؟ لأن هذا الإناء قابلية هذا المقدار نصف لتر لا أكثر الله سبحانه وتعالى غير محدود هل يمكن للإنسان المحدود من جهة العلم من جهة العقل من جهة القوى المدركة أن يتصور اللامحدود وأن يكتشف كنح حقيقته كلا نحن الآن كثير من الأحيان يذكر لنا بعض الاختراعات لا يمكن لنا أن نتصورها حتى نراها إذا رأيناها ووجدنا وعرفنا استعمالات ذاك الوقت نتعقل هذه الاختراعات أما قبل ذلك يمكن يشرحون لنا شرحا مفصلا لكن لا ندرك لأن مجرد الشرح هو لا يوجب الإدراك بحاجة إلى إدراك عملي بالحواس الخمسة زين الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا يمكن إحساسه بالحواس الخمس وأيضا قوانا المدركة لها حدود كل ما أنت خيالك يصعد مع ذلك له حدود والدليل على ذلك الاختراعات الذي في هذا اليوم نجدها هل قبل عشر سنوات كنا نتصورها؟ لا عامة الناس لم يكونوا يتصوروا هذه الاختراعات. ليش؟ لأنه قوى الإدراك الباطني أيضا محدودة. هذه في الأمور المادية، الأمور التي تحدث يوميا هكذا. فكيف بشيء غير مادي؟ بشيء غير محدود بحد. فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير التفسير في اللغة هو كشف القناع نقول تفسير القرآن يعني شنو تفسير القرآن المادة من فاسرة باب التفعيل يصير تفسير التفسير هو كشف القناع يعني هناك بعض الأمور مبهمة أنت تكشف القناع عنها تفسير القرآن هناك بعض الكلمات غير معلومة لدينا مثلا بعض الجمل مبهمة لا نعرفها نأتي ونستمع إلى تفسيرها فينكشف القناع عنها وندركها ولو بمقدار ما أنت هل تتمكن من إدراك حقيقة ذات الله؟ كلما حاولت أن تكشف القناع لا يمكنك ذلك لا يمكنك ان ترسخ في العلم وتكتشف حقيقه ذات الله وقيل هذا المقطع اشاره الى قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا يعني الانسان لا يتمكن من الرسوخ في تفسير القران وتفسير القران من معلومات الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فلا يمكنك ان ترسخ في بعض معلومات الله سبحانه وتعالى الا بالمقدار الذي شاء الله سبحانه وتعالى ان يعلمك اياه لماذا هكذا؟ لان هناك حجب بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الحجب ليست بسبب ان الله سبحانه وتعالى ليس ظاهرا بنفسه. الله ظاهر بنفسه. لكن نحن لنقصنا توجد فينا الحجب. اذا نريد ان نمثل مثال بسيط يذكره بعض علماء المعارف. هذا المثال. الشمس أشرقت على البسيطة. هناك رجل أعمى لا يرى. هذا الشخص لا يميز بين ليل ونهار. الشمس أشرقت. لكن هذا لا يراها. لا يميزها. لماذا؟ لوجود حجاب بين الشمس وبين هذا الأعمى. هل الحجاب من الشمس؟ كلا. الشمس ظاهرة بنفسها. وقد بسطت نورها على وجه الارض لكن الحجاب من نفس هذا الرجل الاعمى لانه اصيب ببصره فهذا صار حجاب بينه وبين ادراك نور الشمس او هناك بعض الاحيان اصوات الكل يسمعها لكن الاصم لا يسمع تلك الاصوات لا لان هذه الاصوات اصوات مخفيه أمواج لا يسمعها أحد، لا، هذا الأصم فاقد لحاسة السمع، بينه وبين هذه الأمواج الصوتية حاجب. الله سبحانه وتعالى وجوده ظاهر، لذا تشبيه الله بالنور يعني تمثيل ضرب مثل وليس تشبيها. ضرب مثل بالنور الله نور السماوات والأرض لماذا النور كان مثلا لله احنا ما نقدر نضرب الأمثال لله لكن الله سبحانه وتعالى يضرب لنفسه الأمثال الله نور السماوات والأرض لماذا الله مثله مثل النور مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية الشريفة لأن النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. الله سبحانه وتعالى ظاهر بنفسه وموجد للموجودات اوجدها خلقها. لكن لماذا نحن لا ندرك حقيقه ذات الله؟ لوجود الحواجب بيننا وبينه والحواجب ليست منه منا من نقصنا من جهلنا من نفوسنا المظلمه من قلوبنا السوداء ولذا كلما الانسان ارتقى في الدين ارتقى في التقوى ارتقى في العلم وفي العمل معرفته بالله سبحانه وتعالى تزداد لماذا لانه كلما ارتقى تقوى وعملا وعلما زال حجاب من هذه الحجب من نفسه ولكن مع ذلك لا يمكن للانسان ان يصل الى حقيقه ذات الله، ابدا، لان الله غير محدود ومعرفه الله سبحانه وتعالى ايضا غير محدوده، هناك في بعض الروايات سنذكرها ان شاء الله في باب الحجه ان روح الرسول صلى الله عليه واله وارواح الائمه هذه بإذن من الله سبحانه وتعالى وإرادة منه تعرج في ليالي الجمعة إلى العرش فتطوف حول العرش ثم ترجع إلى مواضعها إذا هو إمام حي أو في زمان حياة الرسول ترجع إلى بدنه وإذا متوفى ترجع إلى المكان الذي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه فهناك أحاديث كثيرة مستفيضة تدل على أنه حينما تطوف حول العرش وهذه نوع من العبادة الإمام يقول لا نرجع إلا بعلم مستفاد شنو هذا العلم المستفاد؟ هنا بحث في المعارف موجود شنو هذا العلم المستفاد؟ إذا هو علم الشريعة فالله سبحانه وتعالى علم رسوله والرسول علم الأئمة كل احكام الشريعه. لا يوجد حكم من الاحكام لا يعلمونه. اذا هو القضايا والحوادث فهناك احاديث مستفيضه بل متواتره تدل على ان الله سبحانه وتعالى علم رسوله والرسول علم الائمه علم ما كان وما يكون وما هو كائن. جميع ما جرى وجميع ما يجري الان وجميع ما سيجري في المستقبل. الله سبحانه وتعالى علمه لرسوله. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. طبعا بين قوسين نذكر ان العامه ايضا في كتاب البخاري ومسلم وغيرهما رووا هذا المطلب ان رسول الله صعد المنبر فعلم اصحابه علم ما كان وما يكون وما هو كائن. فالرسول كان يعلم لذلك نطق به. طبعا نحن نعتقد انه لم يعلمه لاحد من الصحابه الا لعلي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام ومن بعده الحسنان عليهم الصلاه والسلام وسائر الائمه. زين. فلا هو العلم المستفاد في ليله الجمعه، علم الشريعه لان الله سبحانه وتعالى علمهم من قبل. ولا علم ما كان وما يكون وما هو كائن. لان الله سبحانه وتعالى علمهم من قبل. فما هو هذا العلم الذي يتعلمونه من الله سبحانه وتعالى في ليالي الجمعه حينما تعرج ارواحهم ارواحهم ذكر العلامه المجلسي في مراه العقول وذكر غيره من العلماء رضوان الله تعالى عليهم ان هذا زياده معرفه بالله سبحانه وتعالى هم في قمه المعرفه لا يوجد احد اعرف منهم بالله سبحانه وتعالى ولكن الله غير محدود فمعرفة الله أيضا غير محدودة والأنبياء والأئمة ولو أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وهم عظماء جدا بحيث نحن لا يمكننا أن نتصور عظمتهم ولكن أمام الله سبحانه وتعالى فهم محدودون الله غير محدود فمعرفة الله أيضا غير محدودة فالله سبحانه وتعالى يفيض باستمرار على الرسول والأئمة المعرفة التي هي أفضل العلوم وأشرف العلوم معرفة الخالق سبحانه وتعالى يعني الزيادة وتوسع في المعرفة على كل حال الله سبحانه وتعالى لا يمكننا أن ندرك حقيقة ذاته ولا صفاته لماذا؟ وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب الغيب عندنا غيب وعندنا شهادة شنو هو الغيب وشنو هو الشهادة هي شهادة عالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب عن الحواس والشهادة ما كان حاضرا لدى الحواس سواء برؤية أو بلمس أو بسمع أو بشم أو بالذوق هذه الحواس الخمس التي لدينا لأن الشهود هو بالأساس الحضور. الرؤية أيضا تسمى شهادة لأن الشاهد يحضر فيرى، لأن الغايب لا يرى. الله عالم الغيب والشهادة، لا يوجد شيء غائب عن الله سبحانه وتعالى، وإنما سمي غيبا باعتبارنا يغيب عن حواسنا. فهذا الغيب. حجب الغيوب بمعنى أن هناك حجب تسبب عدم معرفتنا بكنه ذات الله لان الله سبحانه وتعالى بالنسبه الينا من الغيب الذين يؤمنون بالغيب من الغيب الله سبحانه وتعالى لانك لا تحس بالله بالحواس الخمس لا تراه لا تلمسه لانه ليس جسما ماديا وهو اعلى واجل من ذلك وانما تدركه بعقلك اصل وجوده اما مو كنه ذاته فحال دون غيبه المكنون يعني المحفوظ حجب من الغيوب نعم الله سبحانه وتعالى بعض معلوماته علمها لاوليائه كما في سوره الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى إذا واحد يدعي انه يعلم الغيب استقلالا بدون اذن من الله فهذا شرك. لكن إذا واحد يقول ان اي انسان بالذات وبالاستقلال لا يعلم بالغيب، لكن الله سبحانه وتعالى اعلمه جزء من علم الغيب. هذا لا اشكال فيه، بل هذا عين الايمان. نحن الان نعلم بوجود الاخره يوم القيامه هل يوم القيامه والاخره الان نحسها بحواسنا؟ كلا الاخره من الغيب كيف نحن علمنا بهذا الغيب؟ وتفاصيل من هذا الغيب مذكور في القران الكريم تفاصيل من كيفيه كلام اهل الجنه، كيفيه ممارستهم العمليه في الجنه كذلك من عذاب اهل النار وكيفيه تعذيبهم في ذلك هذا مذكور في القران، هذا كله من الغيب، كيف نحن ناس عاديين علمنا بهذا الغيب لان الله اخبرنا الله انزل القران والرسول بلغ هذا القران فآيات الثواب في الجنه والعقاب في النار وايات القيامه كذا، هذه كشفت لنا جانبا من الغيب فنحن نعلم جزءا من الغيب الذي انزله الله سبحانه وتعالى في القران وبينه الرسول صلى الله عليه واله. الله سبحانه وتعالى شاء ان يعلم رسوله جوانب اخرى من الغيب. وهذا الرسول ما كان مكلف بان يخبرنا بتلك الجوانب من الغيب. لان علم الرسول ليس كله لاجل ان يعلمنا اياها. الرسول قسم من المعلومات الذي يعلمها الله سبحانه وتعالى له لاجل ان يبلغها لنا، قسم منها ترتبط بنفس الرسول ومعادلات اخرى، ليست المعادله الواحده المنحصره هي المعادله التعليميه. هناك معادلات اخرى. الله سبحانه وتعالى يختص به علم الغيب. لكن اذا اراد ان يعلم جزء من علم الغيب الى الرسول صلى الله عليه واله، هذه الايه في سوره الجن صريحه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. الرسول بالذات لا يعلم الغيب. ليس فقط علم الغيب، جميع العلوم وجميع الكمالات التي يمتلكها الرسول فانما هي منحه من الله سبحانه وتعالى له. فضل من الله سبحانه وتعالى له، ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى كشف له عن غيوب، فاذا قلت ان الرسول باذن من الله يعلم الغيب هذا عين الايمان، اما ماذا تفعل ان بعض الناس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم اعين لا يبصرون بها، لهم اذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل إذا أنت تقول أن الرسول بإذن الله يعلم الغيب وقد دلت عليه الآية 26 و 27 من سورة الجن مثلا يقول لك أنت مشرك أنت كذا أنت كذا ويذكر لك آيات أخرى ويترك هذه الآيات ولا يجمع بينها يكون من مصادق الذين جعلوا القرآن عظيم من مصادق يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب زين اعقل العقلاء واقوى المفكرين وادق المحققين كل ما يفكرون للوصول الى حقيقه ذات الله حقيقه صفات الله حقيقه فعل الله لا يتمكنون لانهم لا يمتلكون الاداه التي توصلهم الى كنه ذات الله بل ذلك يستحيل اصلا يستحيل ان الممكن المحدود يحيط علما بذات الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما يعني علمهم لا يتمكن من ان يحيط بذات الله سبحانه وتعالى اذا الامام يقول تاهت يعني ضاعت في ادنى ادانيها يعني هذه الحجب من الغيوب السمو الحجب الفوقانية لا ابسط تلك الحجب تاهت في ادنى ادانيها طامحات العقول الطموح بمعنى الارتفاع نقول لفلان طموح يعني يريد ان يرتفع طامحات العقول يعني العقول المرتفعة ولذلك تجد هؤلاء كثير من الفلاسفة والعرفاء في اليونان قبلها بعدها حينما بداوا يفكرون في ذات الله وفي صفاته احتاروا وذكروا كلاما باطلا كثيرا لذا الانسان ينبغي عليه ان يقتصر على ما بينه الشرع له والشرع بين الجوانب في تلك الجوانب الانسان يتعمق يصل الى حقائق اما ان يتجاوز الشرع يتجاوز القران يتجاوز سنة وسيرة الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام فإنه يظل لأنه لا يمتلك الأدوات يعني مثل فد واحد مثلا أعمى زين واحد بصير ماخذ إيد هذا الأعمى يحرك في الطريق المستقيمة ما دام هذا الأعمى ممسك بيد البصير هو ده يسير في الطريق هسه هذا الأعمى يكون أعقل العقلاء وأكبر المفكرين مثلا أكو بعض الناس هم عباقرة لكن أصيبوا في أجسامهم وهذا ليس نقصا في الواقع يعني إذا كان يمتلك الإيمان ف والعلم ليس نقصا هذا صحيح هو تعويق في الجسد لكن هذا تعويق لا يمنعه من الكمالات زين ما دام هذا الأعمى ماسك بإيد البصير يسرع في الجادة المستقيمة إذا هذا الأعمى ترك يد البصير يمشي خطوات شويه شويه ينحرف من الطريق. لا لانه ليس عاقلا لا لانه ليس مفكرا، لا لانه ليس عبقريا، لكن لاجل انه لا يمتلك الاداه التي تسبب السير في الطريق المستقيمه، تلك الاداه العين الباصره مثلا. في مسائل التوحيد اذا واحد تجاوز القران وكلام الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام مهما كان عبقريا لانه فقد المنهجيه الصحيحه فلذلك ينحرف كما انحرف الكثيرون تشوفوا الان الفرق الاسلاميه اذا واحد يقرا التاريخ ايضا وكتب الكلام يشوف فرق كثيره وعقائد سخيفه جدا السبب في ذلك انهم تركوا الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى والرسول قبل وفاته والصابه إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي تركوا كتاب الله لأنه فسروهم فسروه بآرائهم السقيمة تفسيرا خاطئا تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم أخذوا العام وتركوا الخاص وما إلى ذلك وأما أهل البيت فأقصوهم إقصاء شديدا. تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيف في لطيفات الأمور. يعني العقول التي تدقق في الأشياء الدقيقة جدا، في الأشياء اللطيفة جدا. في هذه الغيوب عندما تصل تتيح. في هذه الغيوب هذا فضلا عن ذات الله سبحانه وتعالى وعن صفاته. هذه الحجب تتيح فيها. فكيف؟ بالله سبحانه وتعالى وبصفاته. فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم. انت همتك اللي هي بمعنى العزم الاكيد كلما كانت عاليه تكون همتك بعيده، بعيده يعني عاليه. لا تتمكن من البلوغ الى الوصول الى حقيقه ذات الله. تبارك بمعنى دام خيره. تبارك الذي بيده الملك. فتبارك الله احسن الخالق احسن الخالقين، يعني شنو تبارك؟ تبارك يعني دام خيره من البركه، البركه هو هي الخير الثابت. فتبارك الذي يعني دام خيره. الذي لا يبلغه بعد الهمم أنت لا يمكنك أن تصل الى حقيقة ذات الله لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك هو الذي أقرب إليك من حبل الوريد أنت لا تعلم كون ذاتك لكن هو يعلم كون ذاتك لأنه خالق لك لأنه المحيط بكل شيء علما وقدرة فتبارك الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن من الفطنه، الفطنه بمعنى ادراك بواطن الامور، نقول هذا صبي فطن، يعني شنو فطن؟ يعني يدرك بواطن الامور، ما يشوف الظاهر فقط، يتعمق يدرك الواقع، اذا شاف قضيه يكتشف الحقيقه. كلما الانسان كان فطنا وغاص كغوصه في مياه البحر لكي يكتشف الحقيقه كما هي لا يتمكن نعم يكتشف ظاهر من هذه الحقيقه انت ترى بحرا تقول هذا بحر ولكن ما في هذا البحر من الكنوز ومن الحيتان ومن الاسماك ومن الثروات ومن المخاطر ومن الفرص هذا الظاهر ما يبين لك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. احنا بالنسبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى ندرك مجموعة أمور لكن الحقيقة كما هي لا نتمكن من إدراكها لقصورنا، لوجود حجب من أنفسنا وإلا الله سبحانه وتعالى هو الظاهر بنفسه. هذا المقطع في نفي التشبيه عن ذات الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة ينتقل إلى بيان تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات الأعراض والأجسام الله منزح أن, أن تكون له صفة الجسم أو تكون له صفة العرض هذا إن شاء الله سنتكلم حوله في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين